I've been retired now for 10 months, and I'm only coming out of retirement this one time for you. يا شباب ويا بنات بيقول لكم حاجة مرة مهمة بيقول لكم إنه هو كان موقف مصارعة اعتزل كان معتزل بس عشانكم الحين حيرجع من الاعتزال وحيسوي الرسلينج هنا في السعودية على التلفزيون قدام كل الناس عشان تنبسطوا منه ويوم الجمعة إن شاء الله يلا